كابتن ايهاب جلال لسه اول ماتش ليه يعني، فما نقدرش نحكم عليه. بس المنتخب يعني احنا نفسنا ان احنا نشوف المنتخب بيلعب لعب جماعي، مش اي كره تجي لهم يحطها لمحمد صلاح، خصوصا ان هو بيبقوا عارفين ان هو لعيب يعني عالمي، فبيبقوا بيلعبوا عليه باثنين وبثلاثه. فنفسنا نشوف المنتخب بيلعبوا لعب جماعي زي ما كنا بنلعب زمان ايام 2006 و2008. ما نبقاش بنلعب لعب فردي بس كبدايه، الحمد لله يعني هتبقى روح من معنويه كويسه، وان شاء الله نكسب اثيوبيا عشان نبدا نشوف تغييرات، لان كده هو ما عملش اي تغييرات لسه فما نقدرش نحكم عليه. هو الاداء ما كانش احسن حاجه، بس هنلتزم العذر ان ده كان اول ماتش لكابتن ايهاب جلال، بس طبعا ان شاء الله يكون الماتش بعد كده يكون احسن او الاداء يكون احسن. يوم الخميس الجاي محتاجين 3 نقط برضو يفرقوا معانا في المجموعه باذن الله، وان شاء الله نتاهل والاداء يتحسن بعد كده ويبقى افضل باذن الله. والله المنتخب كان اداؤه يعني مش اللي هو، بس طبعا ده اول ماتش للكابتن ايهاب جلال، فان شاء الله القادم احسن، وهيبقى يعني الماتش الجاي هيبقى فيه توفيق باذن الله، وهيلعبوا بطريقه احسن. كان المفروض بدا بالكابتن مصطفى محمد شريف كان المفروض يبقى في المنتخب، كابتن قفشه كان في النص هيبقى كويس، او كان بدا في الشوط الثاني كويس، فان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي احسن باذن الله، والتوفيق ان شاء الله لمصر باذن الله. الماتش امبارح كان كويس واداء كان كويس، ولسه يعني بدايه مبشره يعني مش وحشه، ويلا احنا مع ايهاب جلال بنشجعه وربنا معاه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، والف مبروك لمصر، وربنا كده ان شاء الله يعني مزيد من التفوق والنجاح ان شاء الله. الحمد لله ان احنا خدنا 3 نقط دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المدرب لسه يعني ما خدش وقته عشان يقدر، الوقت كان قصير 5 ايام او اسبوع، فده طبعا مش ما نقدرش نحكم او نظلمه، لكن الاداء ما كانش هو المطلوب اللي احنا كمصريين يعني نتمنى. والله هو المنتخب طبعا اللعب امبارح يعني كان تحت المتوسط، كابتن ايهاب جلال يعني باذن الله لا في المباريات القادمه باذن الله هيكون في تحسن في الاداء، عايزين برضو هم في لعيبه المنتخب بيقدروا لا بيلعبوا يلعبوا بحماس شويه، امبارح ما كانش في حماس خالص في لعيبه المنتخب، الجون اللي جه برضو جه ما جاش يعني من كره هجمه كويسه خالص، لا هو جه بكره غلطه خالص، فكابتن مصطفى محمد دخلها عادي في الجون. ان شاء الله يكون في تحسن باذن الله في المباريات القادمه، ونتمنى التوفيق باذن الله للمنتخب في صعود امم افريقيا في كوتيفوار وباذن الله خير. لا هو بصراحه ما كانش يعني بالمستوى اللي هو كان المفروض، ان في حاجه احسن من كده يعني، كان المفروض يبقى في اداء احسن من كده، فهو لسه ممكن عشان كابتن ايهاب جلال ما تاقلمش مع الفرقه، ممكن مع الوقت يبقى المستوى كويس. هو ما كانش احسن حاجه، بس يعني اتمنى خير ان هو يبقى احسن حاجه في ماتش اثيوبيا ومع كابتن ايهاب جلال، الدنيا تبقى احسن والاداء يبقى يتحسن اكتر من كده، وان شاء الله ما نعتمدش على محمد صلاح بس، ونعتمد على باقي التيم كله. هو الاداء يعني تحت المتوسط شويه، عشان هو برده يعني كانش فيه لعب كويس صراحة، يعني الناس كانت متوقعة ان اللعب يبقى افضل من كده، خاصة ان مع احترامي برضو الفريق غينيا يعني مش اللي هو المستوى الهاي يعني، وكلنا طبعا كنا حاطين امل على محمد صلاح وباقي اللعيبة، بس في لعيبة طبعا ما ظهرتش بالمستوى بتاعها زي عمر مرموش امبارح ما اداش كويس زي الفترة اللي فاتت.